المزيد حول تطورات الأزمة الأوكرانية تنضم إلينا شبكة مراسلينا من الدونباس صابر أيوب من كييف، ينضم إلينا شوقي مفدنا شوقي أمين من موسكو، مراسلنا محمد حسن من بروكسل، أيضا مراسلنا نبيل صعب، ومن برلين مراسل العربي أيضا مكسيم العيسى. ورحب بكم جميعا، ونبدأ بآخر التطورات الميدانية هناك على الحدود. صابر أيوب من دونباس، روسيا تبدأ بسحب جزئي لقواتها من الحدود الأوكرانية، كيف هو المشهد والتطورات الميدانية هناك؟ جمال، لحد الآن من الجانب الأوكراني وتعليقا على إعلان روسيا سحب جزء من قواتها على الحدود الأوكرانية قبل قليل، فقد غرد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بأن هنالك قاعدة في أوكرانيا، وهي أنها أن الأوكرانيون يصدقون أو لا يصدقون ما يسمعون، بل يصدقون ما يرونه على أرض الواقع، وبالتالي بالنسبة لكييف هذا ليس انسحاب أو عودة جزء من القوات الروسية إلى ثكنتها، بل هو عبارة عن تحريك للقوات الروسية وليس انسحاب، وبالتالي الوضع ما زال قائما. التوتر يزداد أكثر حول منطقة دونباس التي نتواجد بها حاليا، خاصة مع حصول بعض المناوشات الاشتباكات بين الجيش الأوكراني والانفصاليين، وغياب جزء مهم من مراقبي بعثة السلام التي ترعاها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وصول السلاح الأمريكي إلى هنا إلى دونباس، وهذا فيه يحمل إغاظة لروسيا. ومن الجهة الأخرى مساعي موسكو اليوم في البرلمان في مجلس الدوما، محاولات ربما للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من جانب واحد، ذلك تعتبره بطبيعة الحال كييف استفزازا آخر. ووزير الخارجية الأوكراني كان قد صرح بأن موسكو تريد أن تتنصل من اتفاقيات مينسك الراعية للسلام ولوقف إطلاق النار في هذه المنطقة. الجانب أو السلطات الانفصالية أيضا تتهم الجيش الأوكراني أو السلطات الأوكرانية في المنطقة التي تسيطر عليها من دونباس باستخدام ما يسمى بقوات الدفاع عن المناطق، وهي معروفة قوات يشرف عليها الجيش أو وزارة الدفاع الأوكرانية، وتتشكل في الأغلب من متطوعين وقدماء المحاربين في الجيش الأوكراني. السلطات الانفصالية في الجهة الأخرى تعتبر ذلك استفزازا ومحاولة أيضا ربما للاعتداء على بعض البلدات في دونباس، وبالتالي الوضع متوتر هنا، خاصة وأن الممثل أو المبعوث الروسي إلى بروكسل كان قد صرح اليوم بأن أي اعتداء على مواطن روسي هو اعتداء على روسيا بالكامل، وأن روسيا ستتدخل. وكما هو معروف إقليم دونباس بطبيعة الحال يأوي قوميات روسية كثيرة، ومنهم من يحملون الجنسية الروسية فعلا. نعم صابر، نذهب إلى كييف موفد العربي شوقي أمين، نتابع معك الموقف الأوكراني أيضا. وزير الخارجية كوليبا يقول بأن كييف وحلفائها ترى بأن المسار الدبلوماسي لا يزال مستمرا، ويبدو أن كييف أيضا متمسكة بالحل الدبلوماسي لهذه الأزمة. بالفعل جمال، هو تفاؤل حذر. وزير الخارجية كما ذكرت ديمتري كوليبا قال هذا الكلام معبرا عن انفراجة أو بداية انفراجة في الملف الأوكراني المعقد. يبدو أن سحابة الحرب بدأت بالابتعاد عن سماء أوكرانيا، إذا ربطنا ذلك بهذا الانسحاب التدريجي اليوم للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية، هو كما تقول روسيا يعني يدخل ضمن الخطة التي دبرت لها منذ البداية، وربما عودة الجنود إلى ثكناتهم ربما فعل خير لفتح الملفات دبلوماسيا وليس باتجاه التصعيد. هذا من جهة. عندما كان بالأمس هنا المستشار الألماني أولاف شولز لم يكن سخيا بالحقيقة في التفاصيل في الإجازة الصحفية، وإنما يعني اكتفى بالجمل الدبلوماسية وبأن التعاون سيتعزز مع أوكرانيا مستقبلا، سواء على المستوى الاقتصادي وربما أيضا على المستوى أيضا المرافقة الأمنية والمرافقة العسكرية لأوكرانيا. وكما يقول المثل أن الشيطان يكمن في التفاصيل، ربما هذه التفاصيل والجزئيات الخلافية التي ستطرح على يعني في الاجتماع المقبل
في الحلف شمال الحلف الأطلسي، ربما سيتعزز الموقف أكثر أو ستتضح الرؤية أكثر في الملف الأوكراني. لكن من يعني من المفارقة جمال أن هذا الانسحاب البري يعني يتعزز هذا أو المناورة تتعزز بحريا، يعني في بحر أزوف وفي بحر في البحر الأسود لا تزال القطع الحربية الكبيرة يعني تناور وتواصل تدريباتها، وأيضا في مع البيلاروسيا يعني مع القوات البيلاروسية التي ستستمر إلى غاية ربما 18 أو 20 من الشهر الجاري. غدا يعني بالعودة إلى كييف، يعني غدا سيكون هنا يوما يعني للاتحاد الوطني أو للوحدة الوطنية كما قال الرئيس فلوديمير زيلانسكي، الذي قال للشعب الأوكراني عليكم أن تخرجوا بالرايات الوطنية وتحملوا ألوان هذه الراية، فيما يشبه أيضا ربما أيضا للرأي العام ولروسيا تحديدا بأن أوكرانيا متضامنة وشعبها متضامن وسيقاوم في حال ما إذا اعتدي عليها. نعم، ونحن نتابع أيضا هذه صور شوقي وأنت تتحدث من الحدود الروسية الأوكرانية، صور التي وردتنا اليوم لما قيل بأنه انسحاب جزئي للقوات الروسية المتمركزة على الحدود مع أوكرانيا. أذهب إلى موسكو ومحمد حسن، موسكو نتابع معك محمد الموقف الروسي من هناك. موسكو تطالب بإعادة الثقة مع الغرب وتصف كل ما يحدث بأنه إرهاب إعلامي تجاهها. نعم، المواقف الروسية التي سمعناها على لسان وزير الخارجية الروسي، عفوا أعتذر أطلب من غرفة الإخراج لو فصل صوتي من أذني. سأعود إليك إذا محمد، سأعود إليك. أذهب إلى برلين قبل ذلك إذا مكسيم العيسى من برلين. شولتس في موسكو لبحث جهود التهدئة مع روسيا، ولكنه في نفس الوقت يوجه يعني رسائل تحذيرية كثيرة، ربما في أبرزها اقتصادية أو يعني تخويف ربما أو تحذير بالأحرى لروسيا من مغبة اجتياح أوكرانيا والتلويح بعقوبات اقتصادية قاسية عليها. نتابع معك أيضا الموقف الألماني مكسيم. نعم جمال، في الحقيقة هذه هي الزيارة الأولى للمستشار الألماني أولاف شولتس منذ توليه منصب المستشار إلى موسكو، ولذلك بالدرجة الأولى قام بالزيارة إلى ضريح الجندي المجهول واستذكار ضحايا الحرب العالمية. هذه ربما رسالة قبيل الاجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا تعدنا إلى ما كنا عليه قبل حوالي 50 عام أيام الحرب العالمية، لا أحد الآن مستعد لهذه الحرب. الموضوع بالنسبة لألمانيا حقيقة هو كما يرى مراقبون هنا جمال أنه المستشار الألماني لن يكون مبعوثا للرئيس الأوكراني بالتأكيد، ولكنه سيناقش قضايا كثيرة خلال هذا الاجتماع. وأيضا الكريملين أكد على هذا التفصيل بأن اللقاء سيكون مطولا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل الاجتماع وعقد جلسة قصيرة مع المستشار الألماني أولاف شولتس قال فيها بأن ألمانيا شريك أساسي خصوصا في المجال الاقتصادي ومجال الغاز. نحن نعلم بأن أكثر من 40% من الغاز الروسي تستقبله ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي مشروع خط الغاز نورد ستريم 2 ولو لم يتطرق إليه بشكل واضح وينطقه المستشار الألماني أولاف شولتس، إلا أنه أيضا ضمن هذه العقوبات التي يعني ربما تفرض على روسيا في حال أنه كان هناك غزو روسي على أوكرانيا. اليوم التصريحات الألمانية بشكل عام، حتى وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك في إسبانيا قالت بأنهم إلى جانب أوكرانيا وأن الحوار لا يزال مفتوح وأن يعني المجال للتفاوض موجود. أولاف شولتس يحمل رسالة حقيقة حسب ما تداولته وسائل الإعلام الألمانية والأنباء أنه طبعا أخذ المشورة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بحكم معرفته الجيدة بفلاديمير بوتين على مدار 16 عاما بأنه سيحاول إقناع الجانب الروسي أن تكون هناك قمة لصيغة نورماندي في برلين، ولكن على مستوى أعلى يحضره الرئيس بوتين وأيضا الرئيس الأوكراني وأيضا المستشار الألماني والرئيس طيب دعني أعود معك إلى هذا الدور الألماني أيضا
لحدوث ماكسيم. نعم، هذا الدور الألماني. شولتز في موسكو، وزيرة الخارجية أيضا الألمانية الآن في إسبانيا، وقد حذرت حتى قبل ذهابها، نتابع هذه الصور الآن لوزيرة الخارجية الألمانية مع نظيرها الإسباني من مدريد، حذرت قبل ذهابها موسكو من يعني أي خطوة باتجاه التصعيد في هذه الأزمة، وكأن ألمانيا ربما هي التي تقوم ربما بالدور الأبرز لقيادة هذه الجهود الأوروبية في التعامل مع هذه الأزمة. نعم بالتأكيد، يعني الجميع يعلم بأن هذا هو أحد محاور أو أساسيات السياسة الألمانية، وهي التهدئة وعدم التصعيد والدعوة دائما إلى خفض التصعيد. والسياسيون الألمان إجمالا يتمتعون بهذه الميزة على أنهم يتعاملون مع القضايا الساخنة بمنتهى الهدوء ومنتهى التركيز. وبالتالي يعني عندما يذهب اليوم المستشار الألماني أولاف شولز إلى موسكو يحمل معه ملفات كثيرة، على رأسها الملفات الاقتصادية التي لن تضر فقط الاتحاد الأوروبي وألمانيا، ستضر بالدرجة الأولى موسكو، وهذا ما لا يريده طبعا الجانب الروسي. وبالتالي الحراك الدبلوماسي الأوروبي التي تقوده ألمانيا بالدرجة الأولى، ألمانيا هي عضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وهي عضو أساسي في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، وأيضا في رباعي النورماندي. إذا ألمانيا لديها أربع أو أكثر من أربع مسارات لفتح الباب لروسيا مجددا لاستكمال الحوار. هذا ما أكده أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم في مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية البولندي، أنه يوجد إمكانية يعني العمل مجددا وتعميق الحوارات داخل منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي لديها بعثة تستكشف الأوضاع على الحدود الأوكرانية الروسية. وبالتالي الدور الألماني مهم، ولا ننسى أيضا بأن يعني منظمة الأمن والتعاون الأوروبية الآن في هذه السنة ترأسها بولندا، ولكن أيضا بشكل عام يعني هناك دور ألماني كبير. نعم. في هذه المنظمة، دور ألماني محوري، وأيضا بالنظر الرئيسية التي نعم. ربما تجد حلا دبلوماسيا لهذه. صحيح ماكسيم، بالنظر أيضا للعلاقة ربما بين ألمانيا وروسيا، وألمانيا لوقت قريب كانت ربما هي من أقل الأصوات حدثا في انتقاد الأوروبية، أقل الأصوات الأوروبية حدثا في انتقاد موسكو. كنا نتابع منذ قليل هذا المؤتمر الصحفي لوزيرة الخارجية الألمانية في إسبانيا مع نظيرها الإسباني، ولكن أعود الآن إلى محمد حسن من موسكو، لقاء شولتز مع بوتين ودعوات روسية لإعادة الثقة، وأيضا تحذيرات مما وصفته موسكو بالإرهاب الإعلامي تجاهها. محمد. نعم صحيح، خلال المؤتمر أو اليوم هناك حدثان سياسيان مهمان في موسكو. أولا لقاء وزير الخارجية الروسي بنظيره البولندي الذي يرأس منظمة الأمن والتعاون في روسيا، واللقاء الآخر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني شولتز. اللقاء الأول في الخارجية الروسية كان فيه مؤتمر صحفي، ما ربما الجديد فيه والمختلف هو أن خلال المؤتمر الصحفي لم نسمع من وزير الخارجية البولندي، وبولندا معروفة بربما علاقاتها المتوترة مع روسيا إن صح التعبير، لم ينتقد الوزير البولندي الطرف الروسي تقريبا ولا مرة، ولم يتحدث عن أي عقوبات، وإنما تحدث عن أهمية الحوار لإيجاد صيغة جديدة لتخفيض التصعيد في أوروبا، وإيجاد والحوار من أجل بناء هيكل أمن جديد في أوروبا. والوزير الخارجية الروسي طبعا رحب بهذه المبادرة، وخلال تصريحاته تحدث عن أن كل هذا التصعيد الإعلامي الذي كان من الغرب هو مجرد تجارة بالهواء وليس إلا، وأكد على أن موسكو كما كانت تخطط لمناوراتها العسكرية وتنفذها ستبقى تخطط وتنفذ عملياتها العسكرية، وأكد على أن موسكو لديها حقها السيادي في تحريك جيوشها على أراضيها متى شاءت وأينما شاءت. هذا هو الموقف الروسي من جهة. الطرف اللقاء الثاني هو الذي يجري في هذه اللحظات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز. طبعا ألمانيا هي من أكبر الشركاء الاقتصاديين لروسيا
في أوروبا هي الشريك الأكبر. العلاقات دائما كانت توازن بين المصالح وبين التناقضات السياسية والمصالح الاقتصادية. موضوع ملف خط غاز السيل الشمالي 2 لنقل الغاز الروسي من روسيا إلى ألمانيا دائما حاضر، وكل التهديدات بإيقاف هذا الخط لم تسمع على الأقل خلال كلمة البروتوكول اليوم. ولكن الموضوع الذي سيأخذ الحيز الأكبر من هذا اللقاء هو طبعا موضوع الأمن والملف الإقليمي في شرق أوكرانيا. هذا الموضوع الذي سيبحثه الطرف أو الرئيس الروسي مع المستشار الألماني، والذي لا شك بأنه سيلقي بظلاله على كافة أو جميع الملفات الأخرى في العلاقات الثنائية بين روسيا وألمانيا. بعد هذا اللقاء سيكون هناك مؤتمر صحفي، ربما من خلال تصريحات المؤتمر الصحفي يمكننا القول أكثر إلى أي اتجاه في أي اتجاه تسير الأزمة الأوكرانية أو الأزمة في شرق أوكرانيا، في نحو المسار الدبلوماسي أكثر، أم هي تراوح في مكانها، أم هو وضع راهن جديد قد يبقى لفترة أطول. ومؤتمر صحفي أيضا منذ قليل في بروكسل للأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، وأذهب إليك الآن نبيل من بروكسل، لو تعود معنا أيضا على أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي، وأيضا اجتماعات لحلف شمال الأطلسي بحضور وزير الدفاع الأوكراني يوم الأربعاء ويوم الخميس، أيضا ما المتوقع من هذه الاجتماعات؟ نعم جمال، لاحظنا أن ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الأطلسي تلقى الإشارات الإيجابية من روسيا بيد، وباليد الأخرى أشار أيضا إلى استمرار الاستعدادات على المستوى الأطلسي لأي تطورات عسكرية، وبالتالي طلب من روسيا أن تترجم هذه المؤشرات تحركات ميدانية. أيضا على مستوى اجتماع وزراء الدفاع الذي سينطلق غدا ويستمر يومين، قالت مصادر دبلوماسية إن هذا الاجتماع سيبحث تعزيز وإعادة انتشار القوات الأطلسية في شرق أوروبا. هناك خطط قد تناقش حول انتشار قوات جديدة في 4 نقاط في بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا. هذه الخطط سوف يبدأ البحث بها على المستوى النظري في المرحلة الأولى، ولن يتخذ قرار في اليومين المقبلين وفق كل التسريبات بنشر قوات جديدة، ولكنها سوف توجه من خلال يعني قرارات يتخذها الجانب السياسي أو المستوى السياسي بعد أن يتم التحضير لها على المستوى العسكري. هذان اليومان سيشهدان مباحثات مكثفة بين أعضاء الناتو. أيضا هناك توقعات بأن ينضم وزير الدفاع الأوكراني في مرحلة لاحقة في واحد من الاجتماعات يوم الخميس مع وزراء دفاع الناتو. شكرا لك نبيل، أشكر أيضا شبكة مراسلين على هذه المتابعة لتطورات الأزمة الأوكرانية.